خبريني ان شاء الله هلا مبسوطة من غير شي. انا مو طايق شوف خلقتك، راحوا جابوكي وحطوكي بوشي كمان زهرة. علي والله انا ما حكيت لحدا شي، بشو بدك يعني احلف لك؟ خرسي لا تحكي ولا كلمة ولا تضلي واقفة بوشي هيك. شو بعمل لك؟ نبري عدي بهديك الزاوية. شبكي ليش واقفة هيك؟ روحي اطفي الضو. المصيبة إنه عدنان بيعرف مكاننا، يمكن هو ما خبرن عنا هلا، بس ما بتعرفوا إمتى بغير رأيه. غريبة عن جد، الفرصة كانت بإيده، يعني ليش ما سلمنا يا ترى؟ يمكن هلا بيكون خبرن وإجوا لياخذونا. هذا عزة، تطمنوا. ألف حمد وشكر يا الله أنهم ما رجعوا. وأنا جاي شفت الشباب اللي بيهربوا، احتمال يكونوا عم يدوروا على حسن، لازم ندير بالنا منيح. إيه منعرف عزة، كانوا هون وعدنان كان معهم كمان. عدنان كان معهم؟ إيه وبيعرف إنه نحن هون، اجت عيني بعينه. كيف عرف؟ هالأغلب يكون لحقني وقت طلعت اليوم من المشفى. أنا اللي بدي أفهم عدنان شو له علاقة بهدول الجماعة؟ غريب وضعه، في شي ما عم بقدر أفهمه. يا جماعة لازم نطلع من هون فوراً، بلكي رجعوا ياخدوني؟ لا حسن، ما بظن يرجعوا. اللي محيرني إنه عدنان ليش ما سلمكن إلهم؟ في شي بهالقصة ما عم بفهمه. بجوز كمان مثل ما قلتوا يرجعوا لهون. وطلعتنا لبرا هلا خطرة مو وردة. برأيي أحسن شيء إنه نضلوا نقضي هالليلة هون، أأمن للكل. يعني أنت متأكد؟ إيه متأكد. أخي عزة معه حق، هدول مستحيل يتركونا بحالنا، لهيك خلونا للصبح هون وبكرة منروح على القسم دغري. وهذا الصح. أخي يلا لكان، أنت نام هلأ وارتاح شوي مشان جرحك. كتر خيركن. عندكن شي للأكل؟ رح شوف بالمطبخ شو في. علي وطالي راسي، عزت ما بيشتغل غير يلي براسه، مسؤولية الأولاد هدتني. ليش تركتني يا جمال؟ ليش رحت؟ ما عاد أقدر أقدم لحدا. Out of order, gözümdeki.
شو بعدك هون يا ملاك؟ سمعت انك سافرتي، شو رجعتوا؟ كنت رح سافر صح، بس بطلت. بدي شوف عزت شوي بالمحل. عزت هلأ مشغول كتير، تعي لعنده بشي وقت تاني. مشغول بالله؟ بس أنا من شوي حكيت معه تليفون وقال لي إنه عم يستناني. بلكي هو استحى وما قدر يخبرك، لأنه هلأ قاعد وعم يحكي مع خطيبته، لهيك هو مشغول. بتعرفي إنه الناس اللي هون ما بيخافوا من الله؟ ما عندهم قلب وما بيخافوا من شي.
المسكينة زهرة هنن ما خافوا يظلموها. زهرة قومي يلا، الأغاية قالت مشان تجي وتساعديني بالشغل. يلا جاية. كأنك تعبانة وموجوعة كتير، خليكي وارتاحي شوي إذا بدك. خلاص أنا بدبر حالي بنتي. مو مشكلة خالتي فاطمة، أنا المفروض إجي وساعدك. يلا معلش، شو بدك تعملي؟ خلينا نستعجل، يلا تعي. سامي، سامي قوم الله يخليك. شو القصة؟ ملك ما رجعت على البيت لهلأ. طيب جربتي تحكي معها؟ لا والله، من الخوف ما خطر عبالي. اتصل فيها انت. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. تليفونها خارج التغطية، بس ما يكون صاير معها شي للبنت. بنتك طول ما أنا بها الراس اليابس هاد بدك تتوقعي كل شي بصير معها. هلا شو بدنا نعمل نحنا؟ بمين عم تتصل بهالوقت؟ عم دق للشرطة. لا ما بصير تتصل بالشرطة. بدال ما يمسكوا المهربين تمسكوا الشرطة. يلي بيهمني هلا حياة بنتنا، شو بدك تروحيها حنا؟ لورين خانوم قالت خلي زهرة تقوم وتجي فورا، لهيك رحت ناديت لها. ايه علي شو كان عم يعمل؟ علي لساته نايم. وزهرة المسكينة لوش الصبح وهي نايمة على الأرض. يا حرامونا قصة مرة. كتير مبارح بالليل ولهيك ما قدرت نام منيح. كرمال الله حكوا مع ستي لورين واقنعوها ارجع على الأوضة. أنا رضيانة بالعقوبة بس خلوني ضل بغرفتي مثل ما كنت من قبل. كرمال الله ما بدي نام بأوضة علي، حكوا معها أنتو بترجاكم. بس نحن قد ما حكينا وحاولنا ما رح ترد علينا. بنتي انتي حاولتي تهربي بالاول، وبعدين اجت قصه علي وسونا خلتها تعصب بزياده. ستك لورين بدها اياكم تكونوا مثل اي اثنين متجوزين. الحق معها. هاتي الله يخليك. اسمعني شوي سامي، اذا حكيت مع الشرطه بجوز يتهموها لملك كمان. بعدين نحن مو مبين معنا لهلا اذا حسن كان مذنب او لا. معناها ما ضل قدامنا غير شي واحد نعمله. اللي شو هو؟ سامي 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 احكي لوين رايح. آه.
صباح الخير. صباح النور يا أحلى بنت. خدي سكري لي الأزرار، ما عرفت تسكرون لحالي. كثير مبسوطة اليوم لأنه عاملين مسابقة عنا بالصف، والآن سألت يلي بيفوز رح نعطيه هدية. السنة الماضية كمان عملوها، كانت المسابقة كتير حلوة بتذكر. يا ريت تتحمسي لدروسك مثل ما انك متحمسة لهي المسابقة نجلة. بعد ما راحت لأنسة ملاك اجت محل لأنسة أحسن منا، لهيك هلأ متحمسة أكثر لدروسي. لا تجيبي سيرة هالمنحوسة بعد هلأ، هاي مو ملاك، هاي شيطاني. علي ليش ما اجا؟ ما قلتوا له مشان يجي يفطر؟ أنا رحت وقلت له يجي ياكل، بس قال لي ما أنا جوعان. مرت عمي ما بدنا نضغط عليه، اتركوه يرتاح شوي. لك طالع له بعد اللي عمله. ها نادي لجوزك مشان يجي ياكل معنا. يلا تحركي. يمكن لساتهم لهلا عم يدوروا علي. شو رح يصير لو مسكنا؟ ولهيك نحن لازم ننتبه كتير منيح. برأيي لازم ما نطلع كلنا سوا. لكن شو لازم نعمل؟ انتوا بتضلوا هون، انا بروح مع حسن على المديرية. بترك حسن وبعدين بيجي لهون وباخدكم. ايه بس انا حابة ضل مع اخي اذا بتريد. عزت معه حق باللي قاله نور، لانه اذا منطلع كلياتنا سوا اكيد رح يكون في خطورة علينا. بقدر شوف امي قبل ما سلم حالي مو؟ هنن بيكونوا دوروا هنيك من زمان، بشوفها بس دقيقة. حسن ما في وقت، خليني أخذك على المديرية، عندهم أأمن إلك. بوعدك رح أجيب لك أمك لهنيك تشوفها. معقول يكون هذا عدنان؟ إن شاء الله ما يكون رجال عواد معه. خلص انتوا اهدوا أنا بتصرف. بابا؟ سونا؟ سونا بترجاكي اسمعيني بس دقيقة. نحن ما عاد عنا شي نقوله لبعض علي. شو رح ينفع الحكي هلا؟ انت تجوزت، خلصنا بقى. ليكي سونا، الله يوفقك، اسمعي وفهمي اللي بدي اقوله. ما انا مرتي زهرة بالغصب انفرضت علي فرض. انت هي حبيبتي الوحيدة. علي لو سمحت لعاد تتصل فيني. ولا تعذب حالك وتعذبني أكتر من هيك بقى. شو بدك؟ الكل تحت عم يستنوك على الفطور. بس أنا ما بدي أفطر. نقلعي روحي من وشي زهرة. ستي لورين هي اللي قالت لي خليه يجي دغري. قالت لك خليه يجي؟ هي قالت لك ناديلي ما هيك؟ ستي لورين هي اللي قالت لك تناديلي؟ ماشي. دلال ما في منا وما في عليها حكي، ما شاء الله حلوة كتير وست بيت ممتازة، يعني قد ما بحكي لكم عليها قليل. محظوظة كتير فيها، ترفع الراس، أدب وأخلاق وعلم. أمي خلينا نحدد موعد العرس بأسرع وقت، بعدين منحكي بهذا الموضوع. أجله هلأ لسه ما إجا وقته. شو شوفي علي،
شبك شو جنيت؟ ليش عملت هيك؟ ايه جنيت ايه؟ ليش خليته فيني عقل؟ علي ليش عم تعمل هيك يا ابني؟ اهدى شو صار لك؟ ليش لحتى اهدى؟ قلي لي اه؟ انا عرفت من هالعيشة ماني لعبة بين ايديكن وماني مجبور عيش حياتي مثل ما بدكن انتو عم تسمعوا؟ علي بكفي ما بكفي امي ما بكفي انتو ما بتهتموا غير بالعادات تبعكن بس ما حدا اجا وسألني انا شو هو الشيء اللي بحبه انا بحبها كتير لزونة وهذا الشيء لازم تفهموه علي ليش شو صار لك رح تفضحنا انت مين لحتى تتدخلي اصلا كل يلي صار معي من تحت راسك انت زمرد نعم مرت عمي خدي معك بهي وروحوا هلا بسرعه لعند اهلا لسونا على البيت بتقولوا لهم انه بنتهم خلص ما عاد تناسب ابننا لهون وبيكفي لازم يعرفوا انه بنتهم عم تحكي مع زلمه متجوز وبدون اي حياه لا امي لا تعملوا هيك ما بسمح لكم تروحوا وتخبروهم بهذا الشيء غانم روح هلا فورا على غرفه علي طالع كل شيء من جوا التليفون والكمبيوتر لا تخلي شيء من اليوم ورايح ما رح يحكي او يشوف حدا برات البيت يعني علاقته رح تكون معكم انتو وممنوع يتحرك من هون ويروح لاي مكان ورح يقضي الوقت كله هون مع مرته زهره بنتي انت ملاحظة خطورة الموقف اللي حطيتي حالك فيه؟ بابا شوف أنا ماني بنت صغيرة بعتقد فيني دبر أموري لحالي مزبوط مانك بنت صغيرة لهيك بالأول كانوا راح يحبسوكي بتهمة خطف طفلة وهلا كمان عم تهربي واحد مطلوب مانك صغيرة لكان أخي أنا مانو مطلوب انتبه على كلامك كان صغير كتير لما ضحكوا عليه وأخدوه مشان يشتغل معهم بكل الفترة اللي اشتغل فيها معهم ما قدروا يخلوه يضر حدا أبدا مانو هيك له سبب هو هرب من عندهم وإجا لهون سامي بيك إذا بترين أنت لا تتدخل لو فعلاً كنت رجال كنت بعتت بنتي على البيت وما كنت بتخليها تضل هون وأنت بتعرف أنه في خطر على حياتها بابا أنت بكلامك هاد عم تظلمه لا ملك أبوكي معه حق هالشغلة فيها خطر عليك خلص خدي نور معك وأنت روحي مع أبوكي على البيت وأنا باخد حسن على المديرية لازم نروح لازم نطلع من هون بسرعة أخي اسمعني بقرارك اللي أخدته كبرت بعيوني فوق ما تتصور بكرة كل شي رح يكون أحسن من قبل اطمن ماشي دير بالك على حالك لا تخافي وانتو كمان راجع ليكي خاله نيفي ملي التلج من الفلين زهرة علمتني كيف أعمله أعمل لك شوي لإلك ليش وسختي البيت؟ لسه هلا نظفت الأرض ليكي رفيف هلا بتلميهم كلهم ما بدي أشوف شي على الأرض شو هالعيلة هيا؟ لوين بدك تروحي هلا؟ انت شو دخلك ولي؟ ما ناقص غير انت كمان تسألي لوين رايحة على القصد يعني؟ انا كمان اشتقت لأختي بدي شوفها وهيك فرجي هالدنيا اللي عملتن ما تخلي جناني يطلع عليكي هلا بعد مو ناقص غير اني اشكلك على خصري هذا اللي ناقص الله يوفقك خليني روح معك الله يوفقك بدي اشوف اختي اشتقت لك خلصنا خلصنا رفيف شوفي حبيبتي شو بهك ليش عم تبكي ما تكون ست الحسن علت صوت عليكي مرة تانية خ...
حالي نيفين رايحة على القصر لحالها، وأنا كمان قلت لها أنه بدي روح، بدي أشوف أختي، بس هي ما عم ترضى تاخذني لهنيك. لا تزعلي بنتي، لأنه هي كمان ما رح تروح لهنيك. شي حلو يا؟ أنا بدي روح شوف أمي، ما بتقدروا تمنعوني، لسه ما كان ناقصني غير تحبسوني كمان. هذا البيت بيتي أنا، وإذا أنتِ مانك حابة تنقلعي برات هذا البيت، بدك تعملي كل شي أنا بقول عليه، مفهوم؟ وبدال ما تطلعي فيني وانتي قلبي خلقتك بهالطريقة، فوتي سبقيني على المطبخ أحسن، عندنا شغل كتير، لأنه في ضيوف جايين لعندي هلأ. بكرة بأرجيكم مين أنا. سونا ردي على تليفونك مشان الله ردي على التليفون. بتعرفي عم فكر كمان اعمل اغطي للطاولات مشان جهاز بنتي. عملنا اغطي كتير جميلة خانم، ما بيكفي اللي عملناه هون. ايه بنتي رح تصير كني لعيلة كرمان عصن ورمح، ولهيك لازم يكون جهازها غير شكل، مو كيف ما كان. شو لعيلة كرمان؟ ايه طالبين سونا لابنهن عزت. ما شاء الله ما شاء الله، لكان سونا رح تصير مرته للآغا؟ ايه والله ونقشت معكم، والله عزت شب اكابر كتير ومعدال. ايه معك حق بهالشي، بحياتي ما سمعت عن هالشب اي شغلة عاطلة، الكل بيحبوه وبيحترموه كمان. ليش لسه عم تتصل فيني علي؟ فهمني ليش عم تحكي، شو بدك مني لسه؟ لا بقى تحاكيني. اسمعي سونا، لازم تسمعي الشيء اللي بدي اقول لك يا عمي. ستي قبل شوي هي وعمي هاتوا عملك هات التليفون. اتركه. ليش عم تعمل هيك؟ اترك التليفون من ايدك. هاتو عمي خلص، اترك التليفون. هات التليفون. الو عمي رجع لي تليفوني. الو علي، الو شو فكر حالك عم تعمل؟ يلا رجع لي تليفوني فورا. لا بقى تحكي مرة تانية لهون، علي ما عاد بده يحكي. انت شلون بتحكي معها هيك؟ عمي رجع لي التليفون. من اليوم ورايح تليفون ممنوع، هو والكمبيوتر ما راح يضلوا بالغرفة. انا بعمل كل شي بدي اياه، انتوا لا تتدخلوا فيني. عمي تروك لا تاخد شي، عمي هدول اغراضي انا ما في تاخدهم. بدك يعني ما اخدهم ما هيك؟ لك بدك تشوي سمعتنا؟ وقت بدك طحنك هاي مرتك، احكي لا تشبع. عمي عمي اتركهم لا تاخدهم، اتركهم عمي هاتهم، عم بقول لك عمي هاتهم. خلصنا بقى. رح تضل محبوس بغرفتك وما في طلعة، صار بدك ترباية من أول وجديد. علي صار لك شي؟ خليني ساعدك. نلعي روحي من هون. طيب برا زهرة، ما بدي شوف خلقتك. لك كل شي صار، انت سبب فيه كله. نلعي روحي لا ترجيني وشك. لك اطلعي لبرا، ما بدي اشوف حدا فيكن. وشك انت بالذات ما بدي اشوفه. الواحد لما بيكبر بصير ما عاد ينحسب له حساب ابدا. شوفي عمايلن هاي، انا لسه هون ما متت، ويلي بقوله انا رح يتنفذ. طول ما في نفس موجود بصدري تاكدوا اني ما رح اسمح لحدا ابدا يشوه اسم هالعيله. شو ما صار عم تسمعوا انتوا الاثنين؟ الله يوفقك اهدي. خلص لا تعصبي، هلأ بيرجع بيرتفع الضغط عندك. بدهم يعني موت مشان يرتاحوا مني، لحتى يعمل اللي براسهم وما يضل حدا يحاسبهم. ما في أخلاق ولا ضل عندهم احترام وذوق.
ما عنده الكبير، حتى العادات ما احترموها وما مشوا عليها بالمرة. اسمعي منيح شو بدي اقول لك وليه؟ إذا علي بيطلع لبرا أو بيحكي تليفون أو حتى بسمع إنه عمل شي من ورا ظهري، أنت رح تتعاقبي، فهمتي؟ ما رح سامحكم هالشي اللي عم تعملوه فيني. تعي لهون. هداك ليش عم بيصرخ؟ بعد كل اللي عمله عم يرفع صوته بلا خجل؟ غانم آغا حبسه وقفل عليه. ايه أصلاً هيك أحسن. وإنتي وليه بتراقبيه بتضلي فوق راسه. ديري بالك يرجع علي يعمل شي، رح أسبك إلك، لأنه أنتو زودتوها كتير وما عاد استحيتوا. تحركي يلا، روحي على غرفة علي. ستي بوس ايدك، ما بدي ضل مع علي بالغرفة، يعني انا رح ضل كل الوقت معه وبعمل شو ما بيطلب مني، بس مو معقول ضل نايمة معه بنفس الغرفة بالليل، بعمل كل شي بيطلبه مني، شو ما بده أنا رح ساوي. الله يخليكي. ليكون جبناكي تلعبي عنا، بتلعبوا مع بعضكم كل نهار وبالآخر كل واحد بيرجع على بيته، ما هيك؟ لك افهمي، انتو متجوزين، من هلأ ورايح رح تنامي مع علي بنفس الأوضة. بس يا ستي لورين سهرة خرسي، لا تعصبيني أكتر من هيك، فوق مالك غلطانة، لسه جاي تناقشيني بالموضوع كمان. بس أنا شو ذنبي؟ والله ما عملت شي. شوفي أكتر من الشي اللي عملتيه جاوبي. سونا وعلي كيف قدروا يجتمعوا مع بعض؟ مو أنت اللي ساعدتيه. قلتي لحالك إنك رح تقدري تتخلصي من هاي الجازة على الأخير، ولهيك خليتيه يتمادى أكتر. أنا والله يا ستي عملت هيك كرمال علي. كرمال علي ولا كرمالك؟ بدي أشوفكم مثل أي اتنين متجوزين بأقرب وقت، وراح تضلي مرته ليجي آخر يوم بعمرك. يا روحي مرعوبة كتير. من شو بدها تكون مرعوبة؟ يا أغاي أنا ما بحب الدخل بهالقصص، بس علي بظن إنه عم يضربها لزهرة. من وين جبتي هالحكي هاد؟ علي قد ما كان جانن وما بينحكى معه، ما رح يرفع ايده على زهرة. بس كان على شفتها جرح، ومبارح طلعت اصواتهم بالليل، حرام. قلت لقلي شو بدكن؟ بشو بخدمكن؟ انزلوا من السيارة، بدنا نفتشها. انتو مين مفكرين حالكن لحتى تقطعوا طريقي وتفتشوا سيارتي؟ أنا نائب عام متقاعد وراح أحاسبكن على هي العملة، كونوا متأكدين. أرجيني لشوف. يلا شو فيك تعمل؟ لحظة شوي، اتركوهن، أنا بعرفهم منيح. انت شو عم تعمل هون مع هدول الناس؟ شو القصة؟ يلي صاير انه الشباب عم يدوروا على رفيق إلن ومضيعينه. سيارة فاضية، ما فيها شي. شو عم تعملوا هون من الصبح؟ احكوا لشوف. جينا لأنه الممرضة نور امبارح اجت لحتى تشوف مريض، ونحن اجينا لحتى ناخدها. ومين هذا المريض؟
خلص اتركوهن يروحوا، انا بكفلكن اياهم. رح اتركهم مشانك، فيكن تمشوا. يلا اطلعوا بالسيارة. يعني شو بده يحكي الواحد؟ شباب صايعين مثلكن عم يحملوا سلاح ويشتغلوا على كيفهم، بس الحق مو عليكن انتو. لكن رح ارجيك مين نحن. اي خدن. الو ابني، وينك انت؟ ليش امبارح ما اجيت على البيت؟ عندي شغل. شغل شو هاد؟ قول. ليكي الله يوفقك، لا تنقي كتير. شو بدك قولي؟ تعال على البيت لنحكي مع بعض. اصلا الجو مكركب ومرت عمي معصبه كتير، وانت ضلك عم تتصرف هيك لحتى تغضب عليك. جاي لعنكن. ليكو شباب، انا لازم اروح، بعدين بحكي مع عواد وبفهمه. ماشي؟ ماشي. ديروا بالكن. إن شاء الله ما يكون صار معهم أي شيء. إن شاء الله. هاي ملك. ألو، إيه ملك طمنيني، أنتو مناح؟ إيه لا تخاف عزت، بس ليك في هون على الطريق رجال العواد عم بيفتشوا كل السيارات. فتشونا قلنا كمان بس ما لقوا بالسيارة شيء، بس شكوا فينا لأنه نور معنا وصاروا يسألوا كتير. عدنان هو يلي ساعدنا. ما بعرف ليش ساعدنا مرة تانية. معناتها هو يضل معهم كل هذا الوقت. يمكن، بس منيح إنه كان هنيك. لو ما هو كان معهم وساعدنا ما كانوا رح يتركونا نمشي. وإنت شو بدك تعمل؟ كيف رح تطلع؟ مو الطريق مسكر. رح نطلع من طريق تاني، يعني رح يطول الطريق شوي، بس هيك أأمن. إيه هيك أأمن. دير بالك. إيه وخليك عم تحاكيني عطول وطمني عنكم. ماشي ماشي، لا تاكلي همنا. طمني، شو الأخبار؟ أختي منيحة؟ أختك منيحة وملك بخير، ما بقى إلا يوصلوا. هلأ صار دورنا، يلا نحن لازم نطلع هلأ، ما بدنا نضيع وقت. يلا يلا على مهلك. إيه. كيف الوضع؟ ما بين معكم شيء؟ لا هلأ لا، من امبارح المساء لهلأ مرقت سيارة واحدة بس. مين فيها؟ كان فيها نائب وبنته، معلمة مدرسة، وكانت معهم الممرضة نور أخته لحسن. قال عم تشوف مريض هون وهنن إجوا مشان ياخدوها. وانتو صدقتوا هالحكي من عقلكن؟ خليتوهن يروحوا؟ الله لا يعطيكن العافية. الآغا عدنان قال أنا بعرفهن وبكفلهن. شو سيارتهن؟ كانت جيب. العمى، أنا بورجيك يا عدنان. أنت هلأ غلطت غلطة حياتك. من امبارح المساء عم تلهينا وضحكت علينا وضيعت حسن من إيدنا. تحركوا، امشوا معي. يلا شباب يلا. لا تتضايق يا أخي، الله بيبعث الفرج. أنت طول بالك، كل شي إن شاء الله بصير أحسن، بس أنت لازم تصبر شوي. أنا عندي 5 أولاد بتعرف أنت. الصبي عم يدرس بمدرسة داخلية على حسابي، وبناتي التنتين بيروحوا على المركز ليدرسوا. إذا سكروا لي الدكان أنا شو بعمل بحالي؟ كيف بدي خلي أولادي يكملوا تعليمهم؟ بتعرف شو؟ بخاف إذا الأولاد ما تعلموا إنه يضيعوا. دعيلهم الله يعطيهم البصيرة وما يسكر على قلوبهم ويوصلوا لطريق الجبل مثل غيرهم. فينا نسكر عولادنا الباب، بس ما فينا نقول للي بيحمل سلاح لا تحمله، ما رح يرد. حسن أخو الممرضة نور أنتو بتعرفوه، لو أنه كمل تعليمه وما لحق هدول جماعة التهريب كنا هلأ شفنا بإيده
الألم بدال السلاح. بتذكر بالزمانات في واحد من رفقاتي حكالي قصة عن أربع رفقة تأثروا بالكلام والكذب وانضموا لجماعة الجبل، بس بآخر يوم واحد منهم انكسرت إيده وما قدر يطلع معهم. ما تركوا، كلفوا جماعة التهريب يسجل بالمدرسة مشان يلعب بعقول الطلاب ويشجعهم حتى ينضموا إله. الشاب من كل عقله بلش يعمل مثل ما قالوا له، تسبب بمشاكل كتير وضايق كل رفقاته يلي معه بالمدرسة وخلق مشاكل من ولا شيء. وبفضل عزيمة وإصرار المدرسين قدروا إنهم يأثروا عليه، ويوم عن يوم غير الصبي رأيه وقرر بالأخير إنه يتعلم ويصير مدرس. ومر الوقت وتعين بنفس المدرسة يلي كان فيها طالب، وصار كل اهتمامه إنه يساعد الطلاب ويرشدهم لطريق الصواب مشان ما يضيعوا. وهالقصة بتأرجينا قديش مؤسسات التعليم بتساهم بشكل كبير بتوعية الشباب وردعهم، وهالشي رح ينعكس بشكل إيجابي على البلد، وتسكير هيك مؤسسات رح يفتح أبواب لكل أنواع الشغب، رح يأثر كتير على سلوك الشباب يلي هن أساس المجتمع. ومشان ما تنضر هالبلد المفروض إنه يهتموا بهيك مؤسسات. الله يفرج علينا أحسن شي. آمين. لا تأكل هم شي يا أخي، إن شاء الله كل شي بيتحسن. آمين. Aşk sana geldim.